ما الفرق بين من يقول إنه ولي أمر وبين من يقول ليس ولي أمر؟ والذي يقول إنه ليس ولي أمر لا يخرج عليه. شوف الفرق بينهما، الذي يقول إنه ولي أمر، المسألة هنا يعني راجعة لمسألة هل نقول بشهور الزمان من ولي أمر؟ هذه مسألة فيها بدعة قوية جدا، ومتأثر فيها من قال بذلك بكلام الجويني في غياث الأمم، فهمه خطأ ولم يتقنه، وأيضا متأثر بكلام الخميني في ولاية الفقيه، لأنه أصلا طبعا عنده غياب الإمام، لأنه عندهم إمامهم المعصوم فين؟ من 17 سنة تحت السرداب، بيجيبوا الجمال والطعام وشرب، اخرج اخرج حي، هو هيخرج والله، هو حي حق. فطبعا اراد الان، هم عندهم لما ما يكونش في امام عندهم الاصل انه لا صلاه جماعه ولا جهاد ولا الا بوجود ايش؟ الامام. فالخويني هذا الخسيس ابن الخبيثه، هذا الرجل الذي أفسد الدنيا بأسرها والدين، هذا الخميني الخبيث ابن الخبيثة، يعني أراد طبعا عشان حرب العراق وكام ده ما فيش إمام، ماذا يفعل؟ فاستخرص لهم هذه البدعة عشان يدخل فيها بولاية الفقيه، فأمرهم فسمعوا وقاتلوا في هذا الباب. فيتأثر بها من قال بهذا. وأنا الذي أتعجب منه أن هناك من ينكر هذا الكلام، يقول محمد حسن يقول ولي أمر. أنت لو تريد تنكر اطلع اللي عندك طلعه، مش أنت عالم وعندك أو طالب علم، اطلع أرينا قوتك في هذا الباب، واطلع أرينا ما عندك من العلم في هذا الباب. إذ الحكم في هذا الباب هو إيش؟ الكتاب والسنة، الأرض الصلبة التي تحكم في هذا الباب. ثم بعد ذلك اخترعتهم اختراعا اسمه هذا أجير موظف. أنت عارف هذا أفضل شيء، هذا لفظ عند أبلة فضيلة، وتجلس بيه مع بوجي وطمطم وكده افضل لك بقى، لكن مصطلح علمي ومصطلح شرعي، احنا نريد لك الصوره العلميه التي تتكلم عنها توصيفه الشرعي بالدليل الشرعي الذي عندك، وما فيش صوره مستجده الا وتريدها فين؟ طبعا في السلف، مستجد او متقدم هتجده في السلف. وقد قال الامام الشافعي: ما من نازله الا في كتاب الله حلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا من بعدي. عشان كده قلنا اللي عنده علم يطلعه، المساحه موجوده الان. فانا تطلع بقى تقول لي وانا نريد ايضاح في مساله ولي الامر، اطلع يا عم ما عندكش علم، يبقى اسال تتعلم، تعال اتعلم، ولو عندك علم فوق ذلك اظهره، ما عندكش يبقى تعمل ايه؟ تتبع وتخضع للعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. طيب فكانهم قالوا: ومن نجات؟ قال: عليكم ايه؟ بسم الله سنة الخفاج. قال: وعليكم بالسمع والطاعة، وان، شوف اللي جاي، وان تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم سواء. طب ايه بقى ايه الفائدة من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ويقول وان تأمر عليكم عبد حبشي؟ تأمر وما أمرتموش انتم، هذه اول فائدة. تأمر لما؟ لأن العبد الحبشي ما فيش ولا شرط من شروط الوجوب متوفر فيه، ولا شرط من شروط، ما مش ممكن عبد يترأس الناس، نهيك بقى على أنه ناقص الأهلية، ناقص الشخصية، ما فيش ولا صفة متوفرة فيه. طب كيف هيتأمر؟ كيف يكون أمير؟ فاهمني؟ لا يكون إلا بالتغليب، لا يكون إلا بالتغريب. يبقى دي معناها شرعا هو الآن أن من طريقة التأمير الإيه؟ التغليب. رجل معه السلاح ومعه جنود وغلب وعصمت الدماء به واستقر الأمر، ده صار إيش شرعا؟ صار إيش؟ صار أمير الأمر عليك أن، صحيح كده؟ إيه بقى وأجير دي قبل فضيلة بتاعتكم؟ ده أجير، ده موظف إيه؟ وشوف بقى المصائب اللي هتأتي بعد ذلك، لأنهم ناس كأنهم لا يفهمون، يهرفون بما لا يعرفون. ولي أمر ستعطيه وظيفة ولي الأمر، ولي أمر له السمع والطاعة في طاعة الله جل في علاه، عدم السمع والطاعة في معصية الله جل في علاه، ظلم، طغيان، بغي، انكر عليه، لكن ما انكرش عينا ليس من داء بالسلف. أسامة قال: أو كلما كلمته قلت لكم ما أكون أفتح، أكون أول من فتح بابا يعني للفتنة، مش ممكن أكون أنا أول من فتح هذا الباب. فأنت حديث عبد الله بن غنم حسنه بعض العلماء وفي ضعف، قال: فخذ بيدي وانصحه ولا تبديها علانية، سرا ولا تبديها علانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن انت عليك انك تطلع امام الناس تقول شرب الخمر حرام، لو هو اللي اباح الخمر يبقى انت بتعمل ايه؟ بتنكر عليه وما تنكرش عليه،
لكن ما تغنيش عليه عشان تقلب عليه العامة، لأن هو أصلا أيضا له التوقير والتعظيم وله الأدب معه، ولي أمرك له مكانة ما أعطاها الله إياه، فأنت ترضى بقى بالله ربا أن أعطى إياه وأدي ما عليك وسأل الله ما لك، كما قال سلم، قالوا ما نفعل رسوله، قال أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. في هذا الباب فأنت تنصح تقول الظلم حرام، الطغيان حرام، القمار حرام، الفلوس اللي بتدفع في الكرة حرام، ها تضيع الأمة الإسلامية حرام، كل ذلك حرام. فأنت بذلك قد أنكرت الحرام، ها، وأيضا وقرت ولي الأمر ووصلوا الأمر في هذا الباب، أو ترسل له رسائل في هذا الباب، ولكن هو خلاص صار ولي الأمر بالغلبة. لكن لما تيجي تقول بقى أنه أجير أو موظف على مصطلح قبل فضيلة، شو بقى لوازم؟ أولا ولي أمر يبقى لا يجوز لك أن تخرج عليه ولو بالكلمة، لكن أنت لك تنكر كل المنكرات تنكرها ولا تطيعه في إيش؟ في المعصية. قال هنا، قال عبادة بن سامت، قال وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في هذا الباب، وألا ننازع الأمر أهله. لما قال تعرفون وتنكرون، قالوا أفلا ننبذهم بالسيف، قال لا 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 ما صلوا، شوف الوصف المنطبق، لا ما صلوا، لا ما قاموا. طب واحد بقى وأجير موظف وجدنا منه طغيان، وجدنا منه بدعة، وجدنا منه زيغ، ماذا نفعل؟ اخرج اخرج انزعه، مش موظف يا عم، انت مش اهل الوظيفة اللي انت فيها، هات لنا واحد اهل الوظيفة اللي انت فيها في هذا الباب وخرجه. ويبقى انت ابحت ايه؟ ابحت الخروج عليه، ابحت الانتقاص منه، وابحت ايضا التعامل معه كاحد الناس. ولي الامر لا يتعامل معه كاحد الناس، هذا الشرع الذي ندين الله به، وهذا الذي ندين الله به. فمن عنده علم يستطيع يجاب هذا علم فلياتينا بما عنده، فلما نرى العلم عنده ظاهر وعنده الأدلة، لا سيما الحديث ظاهر جدا، عبد حبشي ما فيش ولا صفة فيه، فاللي عنده علم يطلع يأتينا به، ولو وبعدين طلعوا للناس يا أخ، بينوا، خلينا نقول جهلنا واعترفنا بجهلنا وسمعنا وأطعنا، ونأخذ بكلامك ونقول هذا موظف وأجير، وأنا أول الناس الذين سيكون ذلك بفضل الله جل في علاه، لأني لا أخالف شرع الله ولا أداهن في دين الله جل، أنا لا أداهن، والذي يقول بذلك يعلم بفضل الله جل في علاه أن الله عصمني من أن أداهن في ديني بحال من الأحوال، لا أداهن في ديني بحال من الأحوال، وهذه من لم يعرفها في الدنيا سيعرفها في الآخرة، أنا لا أداهن في ديني بحال من الأحوال، والله الحمد والمن. فاللي عنده علم بقى يطلع يبين لنا ما عنده من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يقوي هذا، يقوي يطلع بس يتقوى ويأتينا بما عنده هذا الباب، ها، من العلم، ونحن نسمع ونطيع، والله نسمع ونطيع، والله لو كان هذا الحق على المنبر أنا أقول أنا تراجعت يا جماعة، الرجل ده موظف، ليس إيه، ليس أولي الأمر، ليس الذي قلته، أنا مخطفي ولا عندهم شيء، ولا سيعيشون دون آخرة القتاد. هم يقولون أمرين، الأمر الأول أنه يجب أن يقيد الدنيا كلها بشرع الله، خلاص ما قلنا يقودكم بكتاب الله، بيناه فسرناها، حتى اللي عرضني بكذا ساعتين وبينت له ما عرفش يرجعني في حاجة، قالوا الأعذار كثيرة، هل يعذر كل ذلك؟ طب كفروه وخرجوه، ما خلاص هو ده الأعذار كثيرة، أنت بتقول الأعذار كثيرة، الأعذار لتسع سنة عذر، الإمام مالك يقول لو وجدنا رجل على 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 99 كفر واحدة إيمان حملناه على واحدة إيمان، إيه الأعذار كثير؟ وإيش فيها هذه؟ إحنا نقول له طب خلاص الأعذار كثيرة، ما حكمه عندك؟ لو كافر يطلع قول لنا هو كافر عشان إحنا ما نتبعوش، لأنه أصلا الكافر يجب الخروج عليه، الكافر يجب الخروج عليه، يطلع قول لنا هذا، ما في كلام هراء هراء، هم أصلا هراء فاضيين علميا، وبعدين عندهم عاطفة، ده عاطفة مش جياشة، ده عاطفة زائفة كمان، وبعدين المسألة ان هم بيقلدوا شخص معين او بيقلدوا حزب معين او طائفة معينة، ما هو ده، هو ده اللي عندنا بقى، وشوف بقى اللي جاب عينه قدام الشومة، ما هو يا كده، وهو ده الحق معهم بالضبط، اصلا يسيرون سير سحرة اتباع سحرة فرعون، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالب، هذا هو شيخنا قال كده، هو ده الحق، ده الحق، ده الدين، ما قالش كده ده مش دين، ده مش دين، فاهم؟ وانا قلت لهم الان هتولي المصطلح اللي بتكلم عليه الاجير ده، هتولي في التوصيف الشرعي ده، هتلاقيه فقط عند ابله فضيله، فدكتور امبارح قال لي اخطات، مش ابله فضيله، انت اخطات، ده عند ابله فايته، قلت له مين فايته؟ قال لي ده بقى الجديد بتاع ابله فضيله،
فقلت له خلاص خليه عند ابله فايته لغايه ما جابوا لنا المصطلح ده. لو اللي عنده علم يطلع يا جماعه في خطا بذلك، يطلع يبين لنا ذلك ونحن معه على العين والراس والله في هذا في هذا الباب. والا اصلا اصلا في هذه المساله لا يجوز اصلا ازاله ولي الامر ان كان مبتدعا. هذا قول المعتزله، وده اصلا على 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 على, على المعتزله مع الخوارج. فلذلك نحن نقول لاحظ اللي عنده علم يتفضل، الكلام مش كلام يعني هكذا ترامي، يطلع يطلع يبين لنا علميا ما قالوا ويقول يا جماعه الخير محمد حسن غفار اساء وقال بانه ولي امر والراجل ده موظف، والدليل مع الشيخ قال 1 2 3 4 سمعنا واطعنا وارجع امام الناس، وكما قلت يعلم هو وغيره والله جل في علاه يعلم انني لا اداهن في دين، انا الذي اقول واعتقده يعني ما اعتقده اقوله، داهم في ديني في اي شيء. وانا كنت محبوس وفي حال وقيل لي ارجع عن فتوى بشار قلت لهم كافر، قالوا ممتاز انت تقول، شو لا انت انت تقول الذي يصلي ليس بكافر، قلت نعم الذي يصلي ليس بكافر، اخو الراجل بيصلي، قلت له ده مش بيصلي، لا قلت له لو صلى وصام وزعم انه مسلم كافر، قالوا اه، قلت له لا الرجل قال عن نفسه انه نصيري وهو اصلا دينه دين نصيري، وانت تنظر عمل ايه اشفع اهل السنه والجماعه، ولم اتراجع عن هذه عن هذه لانه اصلا انا ادين الله بشيء ساقول الذي ادين الله به ولا مدهانه في دين الله جل وعلا، والله والله يثبتنا على الحق.